من بواعث وعوامل التوسعة في الرزق زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه وكفى ما أهمه من أمر دنياه، وإنه ليجلب الرزق على العبد. من بواعث وعوامل التوسعة في الرزق زيارة الإمام الحسين عليه السلام بشكل غيبي أو بشكل ظاهري مادي، على نحوين وعلى وجهين وعلى احتمالين، ولا مانعة جمع بينهما. وإنه ليجلب الرزق على عبده ويخلف عليه ما أنفق ويغفر ذنوبه. ذنوبه تغفر لخمسين سنة كاملة، تغفر ذنوبه. فما أعظم ذلك! الإنسان قد يزور الحسين عليه السلام لساعات، وقد يستغرق منه أياما، فليستغرق أشهر، لكن تغفر له ذنوب خمسين سنة. ذلك مذهل حقا. ويرجع إلى أهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من صحيفته.